مساك الله مال بالخير. هذه طبعا أول محاضرة نسويها على الانستغرام مع وزارة تنمية المجتمع. موضوع مهم جدا، موضوع يتحدث عن المال، يتحدث عن رمضان، يتحدث عن الميزانية. اليوم يمكن بنقضي معاكم 45 دقيقة، موضوع شيق، موضوع ممتع، لأن بنتحدث عن أمور مهمة بالنسبة لنا في حياتنا. السلام عليكم، مبروك عليكم الشهر الفضيل. أكثركم محبوس في البيت، تبون أشياء حلوة، تبون أشياء شوي تريحكم وتخليكم تستانسون بعد شوي، فبنعطيكم بعض الأخبار الحلوة. ونتمنى منكم كل واحد يكون عنده مثلا ورقة وقلم إذا يقدر يكتب بعض الأشياء أو يحفظها، لأنها بتكون مفيدة بالنسبة له. مشكورين طبعا أنكم راح تقعدون الفترة هذه على البرنامج. برنامج الإدارة المالية وعملية اللي هي ترتيب الوضع المالي صار اليوم موضوع جدا مهم بالنسبة لنا في حياتنا. عليكم السلام، ما شاء الله عليكم، كلكم تتفاعلون معاي ومبين عليكم تنتظرون البرنامج هذا بفارغ الصبر. اليوم طبعا عندنا الفترة هاي وفترة الحجر وفترة الوضع اللي هو اختلف علينا خلال ربما الشهرين هاي اللي فاتن، وهذا بعد دخلنا نحن في موضوع آخر أن نحن ننظر للحياة بطريقة شوي تختلف عن السابق. هذا ساعدنا أكثر أن نشوف بعد آخر، لأن نحن تعودنا على نمط معين في حياتنا أو على أشياء نحن نقوم فيها بطريقة يعني منتظمة. نبدأ الشهر ونبدأ بالروتين العادي ويا الراتب ونوزع هني وهني ونبو بنحط وبنسوي وبنخطط وكل شيء. هذه كلها طبعا مشينا احنا عليها خلال الفترة السابقة، لكن لما جاء وقت الحجر عطانا نحن شوي نظرة تختلف بالنسبة لها. فاليوم نحن بنتكلم عن الإدارة المالية بشكل عام، ليش مهمة بالنسبة لنا، الوضع اللي نحن فيه شو اللي احنا المفروض نسوي. لا تنسوا ان احنا راح تجينا فترة بعد الوضع هذا، بعد الوضع هذا ايش راح يصير، كيف راح يكون الاقتصاد، كيف راح تكون وضعنا احنا، ما هو بالنسبة لنا الرواتب، عملية الدخل، عملية الشراء، عملية انا بستثمر، شو اللي اقدر اسويه انا الان، شو القرارات اللي انا اقدر اخذها في حياتي عشان بعد تغير نمط حياتي وتخليني اكثر نجاحا. برامج هاي يمكن انا اقدمها خلال 30 سنة كنت اقدمها في امريكا، واقدمها للامريكان، ترتب لامور حياته، ترتب لميزانيته، تحط له خطة مالية، تحط له طريقة كيف يستثمر، كيف يدبر اموره، اذا عنده بزنس صغير كيف ينجح في تفعيل هذا البزنس، وكيف انه يكون انسان ناجح في حياته. اليوم شيء واحد بذكركم فيه، ان بعد الازمة هاي بتكون عملية الكفاءة، عملية الأداء، عملية العمل، وكم الشخص ممكن يشتغل ويكون بعد منتج، هذه بتكون لها يعني فاعلية أكبر بالنسبة لأكثرنا في طريقة حياتنا. بالنسبة لنا أكثر الأشياء اللي نحن نحاول نركز عليها وهي وايد مهمة، إن كثير من المجتمعات الناس تعيش تصرف وتستمر بنفس النمط. وجدوا في أمريكا إن كثير من عندهم من الناس ما ينجح في حياته لما يوصل 50 أو 60 سنة، تجد ان الشخص هذا يلا عنده مبلغ بسيط هنا او عنده مدخرات او عنده فلوس او عنده اصول، بغض النظر عن عمليه اللي هي الدخل اللي يكون موجود طول حياته او كم فلوس سوى او كم ممكن كان يستثمر تكون عنده اصول. اذا بالتالي عدد قليل دائما يكون يمكن 3 أو 4% هم اللي دائما يكون مستقرين في حياتهم وعندهم نوع من الاستدامه او نوع من الراحه. نحن عندنا ظاهرة تختلف عن هذه اللي هي عملية اللي هي الديون، وعملية أن الشخص يلجأ إلى أن يعيش أكثر من طاقته أو أكثر من راتبه، وهذه نمط الاستهلاكي اللي استمر عندنا تقريبا حوالي عندنا وفي العالم ككل، اللي هو النمط الاستهلاكي أو السلوك الاستهلاكي اللي أخذته المجتمعات. وهذا السلوك هذا طبعا إجا بعد الطفرة الصناعية، يعني بعد الطفرة الصناعية الناس خرجت من عملية الحرف أو الحرف، النجار اللي يرعى الغنم، المزارع، اتجهوا كلهم إلى الأعمال في المصانع أو الأعمال اللي هي الوظائف، ربما في شركات في مؤسسات. إذن هو هذا الشخص يستلم راتب يعني منتظم ودخل منتظم بالنسبة له. إذن تركيز المؤسسات اللي تنتج البضائع أو تنتج السلع أو تنتج الخدمات تركز على الشريحة هذه، وتعرف في أي منطقة ما كم عدد النسمة، كم عدد اللي هي أو مداخيلهم بالكل. إذا بالنسبة لي أنا لو جيت ودخلت في منتج ما، أعرف أني راح أخذ هالقد من السوق في المنتج هذا وهالقد راح ندخل كدخل بالنسبة لي. إذا إحنا لدينا صرنا أهداف
وصار استهداف بالنسبة للناس ككل، وخاص الموظفين منهم، لأن هناك مداخيل منتظمة. إذا بما أن مداخيل منتظمة، إذا أعطيه المنتج اللي هو يبهرة، أعطيه، وتدخل فيه أشياء أخرى ثانية اللي هي الأدفرتايزمنت أو الدعاية أو عملية الجذب، أو عملية اللي هي كيف تخلي الأشياء هاي جيدة وجميلة بالنسبة له، وتخلي الشخص دائما يشتري من غير ما يفكر، اللي نحن نسميه impulse buying، أو إني يشتري باندفاع. وانتم لو تلاحظون، لو تندم على شيء دائما شريته وتقول أخ أتمنيت يا ربي أنا كيف شريت، أنا كيف أنا ما انتبهت، أنا شيء هذا كان عندي أصلا، هذا ما كان ينفعني، أنا ليش 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 أشتري الشيء هذا، أنا كنت ما أحتاجه. وكثير من الأشياء اللي نحصل اليوم في حياتنا أصلا نحن ما نحتاجها، شريناها وتكون عندنا موجودة، وهي واحدة من المشاكل اللي نحن نواجهها في حياتنا اليوم، نتيجة لأن مجتمعاتنا صارت مجتمعات استهلاكية. ما هو السيناريو اليوم؟ هل نحن راح نستمر على نفس الاستهلاك؟ هل نحن نستمر على نفس الوتيرة؟ خلنا أعطيكم مثل بسيط. أكثركم قاعد في البيت، ونحن قعدنا في البيت، أنا الحين تقريبا شهر ونص في البيت، وجدت أن كثير من الأشياء اللي كنت أشتريها ما أشتريها اليوم. هل أنا بحاجة للأشياء اللي كنت أشتريها؟ هل الأشياء كانت ضرورية بالنسبة لي؟ هل كان في حرمان بالنسبة لي خلال الفترة هاي، وأنا زعلان ومضايق أني أنا ما شريتها؟ بالعكس، في بعض الأشياء أحس أني تخلصت منها، وجدت أني أنا ما كنت أحتاج الأشياء هاي وكنت أخذها. وبعض الأشياء سبحان الله، الأكل اللي انقطع بالزبالة والأشياء هاي، وكثير من الأشياء اليوم حتى لو يزيد أكلك بتخليه في الثلاجة بتاكل اليوم الثاني، لأنه تقول ما بتروح تسوق، لكن قبل لا بتقطع في الزبالة تروح تشتري شيء ثاني. المول ما تحتاجه، الأشياء اللي تشتريها ما تحتاجه. إذا أكثر من الأشياء اللي أنت تتعب فيها وتأخذها. ما شاء الله، واحدة تقول لي دكتور عندنا مشكلة في الصرف، وخاصة بالنسبة للطبخ في رمضان. رمضان مشكلة بالنسبة للناس ككل، طبعا هي فترة مميزة، اعتقاد ديني، حس داخلي، التقاليد، العادات، نحن حياتنا كيف كانت. إذا ينظر بني آدم كله أنه يبغي يستانس في رمضان، إذا رمضان لازم يأكل ولازم يشرب ولازم 50-60 نوع. بس أذكركم بشيء جدا مهم، في دولة الإمارات قبل 50 سنة ما كان عندنا الصرف بنفس الطريقة زي اليوم. حتى بيوت الأغنياء كان دائما الأكل متواضع جدا، نوع نوعين من الوجبات، وما في حد عندنا في دولة الإمارات كان يرمي أكل أو يشب ماي أو يقط النعمة. دائما يقول لك هاي نعمة زوالة لازم أنت تحافظ عليها. هذه طبعا تصرفات اللي نحن عندنا الآن، وعملية الهدر اللي هي موجود عندنا في الوقت هذا. هذا الهدر جانا نحن نتيجة للنمط الاستهلاكي اللي نحن نعيشه، وطبعا غير أخلاقي وغير ديني وغير محمود، وسيء جدا أن بني آدم يروح يطلع من الثلاجة ويقط الخيار، يقط الخس، يقط الطماط، يقط يقط يقط، لأنه شر أكثر من حاجته. يدخل المخزن عنده، المخزن الستور عنده أشياء يمكن قاعدة 6 سنين 2 سنين 3 سنين ولا يدري شو اللي موجود فيه. إذا هناك عندك مشكلة ويشتري ويحط عليها بعد زيادة. رمضان دائما نحن نقول، بما أنكم قعدتوا أنتوا في الحجر خلال الفترة اللي فاتت، رمضان نفس العملية، البني آدم لما يعمل يعمل وجبة واحدة، ويعمل وجبة واحدة جيدة وتكون حلوة وممتعة، ويعمل شيء للسحور خفيف إذا كان يناسب، إذا كان يؤدي من ناحية نوع الطبخة وطبيعته هذا، على أساس يكون شيء خفيف بالنسبة له. إذا بالعكس يقدر الآن في خلال رمضان هذا يجرب العملية هاي. ما شاء الله أنا سمعت إن كثير من الرجال ما شاء الله يبدأوا يدخلون المطبخ، عندهم صار إكسبرتيز. أنا على ما أظن أتوقع إن لما تطلع تخلص الأزمة هاي، في كثير من عندنا الشيفس هاي الرجال ما شاء الله اللي يدخلون المطابخ، بيكونون شيفس وبيفتحون حتى مطاعم صغيرة، أو بيسوون حتى الفود سيرفيس من بيوتهم. إذا نحن الآن في البيت تعلمنا، استانسنا، قعدنا مع أخواننا أخواتنا، نعرف بعضنا أكثر، نستانس مع بعض أكثر، بدينا نكتشف أشياء نحن كانت موجودة فينا هي أصلا بس نحن ما نشوفها، نتيجة لانشغالنا وخروجنا خارج المنزل وما نقعد مع بعض. واليوم حتى الأوتوميشن، الناس أكثر ما تتجه للكمبيوتر والسوشيال ميديا، حتى يوم يقعدون يحبون يسون مع بعض ويسولفون، وهذه نحن خبرناها يوم نحن صغار، لأنه مجتمعاتنا ما كان عندنا تلفزيون، ما كان عندنا كمبيوتر، ما كان عندنا موبايل فون. نيلوس يا الوالدة الله يرحمه، والوالدة واليران والناس، والناس تسولف تسولف وتعرف بعض وتحب بعض وتشيل بعض ودائما تأخذ وتعطي مع بعض. إذا الفترة هاي بتكون مفيدة بالنسبة لنا، لأن الآن بدينا ننظر لسلوك آخر، ننظر لنظرة أخرى للحياة. الله يخليكم لا ترجعون لنفس النمط السابق، لأن النمط السابق هذا كان نمط زائف ونمط متعب بالنسبة لكم، وراح تتعبون وما راح يوديكم مشوار. إذن
أهم شيء بالنسبة لي أني أنا أنظر خلال شهر رمضان أسوي ميزانية وأرتب شو اللي بشتري شو اللي أخذ. لا تنسون لما يكون عندك حجر، ومثلا أنا في دبي ساكن عندي حجر ما نقدر نطلع أسبوعين، نطلع أسبوعين نطلع كنا، فلما نطلع نأخذ الأشياء اللي هي مميزة، تأخذ البقوليات، تأخذ الدنقة، وتأخذ الأشياء هاي الأشياء اللي تقدر تسويها، وتأخذ فترة وأنواع الطبخ اللي تقدر تسويها بطريقة بحيث تكون مريحة بالنسبة لك، تحط الشيء في الثلاجة، تحطه في الفريزر، نظم شو اللي تبغى تسويه بحيث أنك تقسمها بالنسبة للأيام، ولما يزيد الأكل تحطه في الثلاجة بحيث أنك أنت تسخنه وتأكل اليوم اللي عقب. طبعا انا اطبخ واسوي كل انواع الاكل يعني، فهذا بعد مميز، والحرمه طبعا مستانسه في البيت من العمليه هاي. نقطه مهمه بالنسبه لنا اليوم، اذا جينا ونتكلم شو القصد الاساسي نحن لما نقول للشخص يا فلان رتب امورك، يا فلان سوي، يا فلان سوي، يا فلان الميزانيه. انا يعني طول حياتي اشوف كثير من الناس يحاول يوجد طريقه كيف يحل مشكله الميزانيه، هذه بالنسبه لمعضله كبيره. أكبر إشكالية لأي بني آدم اللي هي كيف أني يسوي الميزانية. بعطيكم اليوم سر، الله يطول في عمر الوزارة هاي وحصة ما شاء الله أبو حميد عرفه، عرف أبوها، ناس أفاضل، مهم جدا جدا أن نشوف هذيلا كيف كانوا يعيشون، أبوي الله يرحمه هذيلا كيف كانوا يعيشون في الأيام السابقة. نقطة مهمة اليوم بالنسبة لك، أي دخل يكون موجود عندك، لحد يقول لي دخلي ما يكفيني لأن اللي راتبه 15 يقول ما يكفيني، يوم أعطيه 30 بعد ما يكفي، وبالعكس الآن فتحت عيني على أشياء جديدة، والحلوج مبطلة نبى الشيء ها ليش، وبعدين نطلع الفلانين وما أدري، وبرع الإنستغرام وبوب السيارة وبوب السوالف، هاي الأشياء ما في لها أبدا ليمت أبدا إذا استمر الشخص بنفس الطريقة. بلدان زي أوروبا مثل ألمانيا مثل فرنسا مثل فنلندا، لو واحد منكم يروح هناك ويسألونه يقولون أنت فلان شو سويت، توفر؟ تقول لهم لا، تقول لهم أنا والله صرفت راتبي وما علي دون، بيزعلون وبيضايقوا، يقول لك أنت إنسان ما مسؤول، عنبو ما وفرت شيء، معقولة طول السنين هاي ما خليت عندك شيء، وشو عندك من أملاك؟ تقول لهم والله أنا ما عندي شيء غير بيتي، معقولة؟ وراتبك كم؟ يزيغون من رواتبنا، لأن 50,000 يا جماعة هذه المبلغ عود، 30,000 مبلغ عود. بريطانيا والدول الثانية هي يستلمون مبالغ بسيطة، نحن من أعلى الرواتب في العالم، دولة ثانية في سلم الرواتب، الرواتب عالية جدا لكن نحن ما نستغلها وما ندخرها. في طريقتين في الاستثمار وهاي بشرح لكم إياها اليوم، أن بني آدم يسوي فيها بيزات. طريقة واحدة نسير الشغل، اشتغل الصبح مثلكم، تطلعون الصبح لين الظهر أو العصر وتردون، إذا أنتوا اشتغلتوا نهاية الشهر أنت بتحصل بيزات، إذا لما تشتغل تحصل راتب، هاي طريقة تدخل فيها فلوس. شو الطريقة الثانية تسوي فيها فلوس؟ لو أنا قمت أوفر مبلغ وأحط المبلغ هذا كل شهر بطريقة منتظمة، أي زخ أول ما ينزل راتب أخلي البنك يحول لي من حساب الجاري للتوفير، يحول لي 20-15% كل شهر. أتمنى منكم الله يخليكم لا تضيعون بيزاتكم، لأنك يوم بتشتري الموبايل راعي الموبايل بيستانس، يوم بتروح المول راعي المول بيستانس، يوم بتروح البنك البنك بيسوي بيزات، يوم بتروح تشتري سيارة راعي السيارة اللي هو اللي بيستانس، ما حد منكم بيغني نفسه غيركم أنتو. مهم جدا إنسان، الأجانب يقولك take care of yourself، يعني تهتم في نفسك، أنت تهتم في نفسك، فأنا كيف أهتم في نفسي؟ أول ما يجيني الراتب أدفع لنفسي. كيف ادفع لنفسي؟ اشيل جزء من بيزاتي واقول انا ببدا عمري قبل العالم هذا، انتم كلكم مسؤول عن نفسكم يا جماعه الله يخليكم، لا تقولي لي ريلي، لحد يقول لي والله اخوي، لحد يقول لي والله فلان، حد يقول لي والله الدوله، حد يقول لي شيوخ، هذا هاي منطق غير سليم يا جماعه. انسان يعتمد على نفسه من يوم يولد، من يوم يولد يعتمد على نفسه، يرتب لنفسه، يشوف وين ساير، شو يبغى يسوي، كيف يخطط وكيف يتجه الى الامام. معظم الدول هاي مثلا نحن لو اتجهنا الى المانيا، اتجهنا الى اليابان، هذه حوالي 15%، اليابان حتى 25% التوفير، الصين حتى يوفرون 50% من رواتبهم. طريقه التوفير في الدول هاي ان يشيل فلوس ويحطها جنب بدايه الشهر. فرنسا الاطفال يوم يروحون المدارس يطلبون منهم كان 5 فرانك 10 فرانك لكل طالب، ويسوون له بعد حساب داخل المدرسه لكل طالب من الطلبه، فالطالب يتعلم عملية اللي هي التوفير. نحن طبعا عندنا الحصالة ونحاول نسوي الثقافة هاي مع عيالنا، لكن خليها يعني تستمر وتكون بطريقة جيدة. فإذا أنا بس شو أسوي أول ما يجي الشهر، أقول أنا صراحة حاليا بهتم في نفسي، أشل من راتبي 20,000 20% وأحطها يم، وبعدين أنا أدفع للاتصالات، أدفع للدواء، أدفع العالم هذا كله. إذا أنا حليت الإشكالية، والله يخليكم هذه الفكرة وايد مهمة. تعرفون ليش؟ لأن هاي ما تحتاج ميزانية، لان اصرف انت باقي الراتب ما يهم، لان اصل الميزانيه شو تبغى انت؟ تبغى يكون عندك مدخرات، يكون عندك توفير. انت تعرفون الحكومه لازم يكون عندها مدخرات، يكون عندها توفير.
في ناس ما يفكرون في الشيء. تعرفون الشركات لازم يكون عندها توفير وعندها مدخرات ولازم تستثمر. كل حكومات العالم، كل شركات العالم، كل المؤسسات، شو القصد من العمل؟ العمل الانتاجي صح، لكن من الانتاجي شو المفروض تسوي؟ توفر. ولما توفر شو تسوي؟ لازم انت تستثمر عشان بعد تستفيد، يعني انت ما تفيد الناس الاخرين. ففي ناس ما يفكرون في النقطة هاي اللي هي وايد مهمة. لا تنسى انك انت كشخص نفر واحد ولا عائلة، ترى انت بعد كيان اقتصادي، كيان اقتصادي، عندك دخل، تشتغل، تروح، تي، عندك ميزانية، عندك مصاريف، عندك عندك. اذا خذ جزء من فلوسك استثمر. هاي طريقة وايد، فكرة ودوم نحن نفكر فيها ودائما نشرحها ودائما نبغى نوضحها للناس على اساس بني ادم يفهم. انا بشرح لكم شيء بسيط جدا، بسيط وايد، ابسط منه ماشي. إذا بتقول لي بحط لك 5,000 6,000 كل شهر وبتحط لي إياها نهاية السنة، أنت عندك 60 عندك 70 عندك 80,000. أنت 60 70 80,000 هاي تقدر تحطها في أي استديو صغيروني وتمول على 15 سنة، وتقول حق البنك الله يخليك يا بنك أبا على 15 سنة. ليش 15 سنة؟ لأن القسط اللي بيك بيكون أقل من الإيجار. أجرها وبعد 15 سنة قيمة العقار هاللي 600 صار قيمة الآن 2,000,000 وأجارها 200,000، وانت العقار هذا ما دفعت فيه غير 60 أو 70 ألف، ومن اللي شرى لك إياه؟ المستأجر. هذه طريقة أخرى للاستثمار. هذه نفس الطريقة لو أنك أنت المبلغ هذا وأخوك وأهلك وأصدقائك اللي في حتى اللي في البيت لو يمتعوا تقدرون في نهاية السنة يشترون عمارة، والسنة اللي تروم تشتري بعد نفس شقة ثانية، والسنة اللي عقبها تشتري شقة ثانية. طبعا إحنا مشكلة العقار الآن إن نازل، في ناس يقولون الآن فرصة بعد أفضل، لأن العقار نازل. يعني تبغى تشتري سيارة جديدة، هي أنا بابا بورش كيان أو من السيارات، هنجي بتأخذ سيارة جديدة وسيارتك قديمة، يقول لها سيارة قديمة هي ما بها خلاص، وزانين عليه ومصرخين عليه وشايفين البروشور وهذا، وربيع عنده سيارة، انزين راح يشتري سيارة جديدة الحين يمول كل شهر شي يسوي يدفع 5 6 7، انزين انت حق كم سنة بتدفع؟ يقول لي 4 سنين. أقول له شريك بدل 4 سنين ودك تشتري 4 عقارات ولا تأخذ سيارة؟ يبحلق عينه يقول والله أروم. أقول له يقول لا ما بس سيارة، بخلي سيارتي. إذا الآن فهم إن في فكر آخر موجود بالنسبة، وخاصة هذه عملية اللي هي اللونج تيرم أو التفكير على المدى الطويل. أنا ما أقول 60 أو 70 تروح بس في عقار، هذه تقدر أنتم منكم أكثركم يبي يسوي كب كيك، يبي يسوي بزنس، يضرك أنت الفلوس هاي لو زادت تحطها في البزنس هذا ما عندك مشكلة، افتح محل خياطة. اليوم أتمنى منكم تتذكرون، وهاي نقطة وايد مهمة، الله يخليكم، رمضان عندكم اليوم، أهم شيء بالنسبة لكم اليوم أن كثير من البزنس بيصغر، حجم البزنس بيصغر. إذا هناك في بعض الشركات ما راح تشتغل وما راح تتحرك، لكن في عندك فرص رهيبة راح تجي بعد الأزمة. ما هي الفرص؟ بتكون للأعمال الصغيرة المتوسطة. ما هي الفرص؟ للشخص اللي يحط في فكرة أنه يبي يشتغل، يبي يتحرك، يبي ينشط، اللي يبي يدخل في السوق، اللي يبي يتحرك ويبي ينافس. اليوم دولة الإمارات تركز أكثر على عيالها وتبغى تحركهم أكثر في القطاع الخاص، وكثير من الناس الآن بعد يتجه أن يشتغل في القطاع الخاص، لأن اللي يشتغلون في القطاع الخاص يمكن اليوم عندنا فقط 3% من المواطنين. أنا لي 30 سنة أشتغل في القطاع الخاص. إذا عملية التوفير وايد مهمة، لأن التوفير بتصيروني عمر 2 عقب 16 سنة بيصير الجامعة. أنا قبل 16 سنة ما أضمن الجامعة هاي بتكون موجودة بنفس المواصفات، بتكون بنفس التكلفة، لأن تكلفة الدراسة الجامعية يزيد حوالي 6% في السنة. إذا بتكون وايد مكلفة، يمكن صيروني هم يروم يصير للجامعة. إذا أنا حط لي مبلغ بسيط، بس ليش أنا حط له مبلغ بسيط؟ خليني أنا حط له كل شهر 500 600 في حسابه، أفتح الحساب سكوك وطنية، أفتح الحساب داخلي، يروح كل شهر له ويبدأ يوفر. إذا الصغيروني الحين أنا موفر له مبلغ، وأمسكه وأقول له تعال ها ترى نحن وفرت لك مبلغ، لكن أنت بعد باك تسوي ميزانية وأسوي له مصروف على حسب سنه، من إلى 7 سنين أسوي له مصروف يومي، يروح ياي التعاونية أقول له 15 هذه ميزانيتك اليوم حق اليوم، إذا بتشتري شيء يشتري من جيبه أنا ما أدفع عنه. و7 سنين ل13 سنة أسوي له مصروف أسبوعي، هو يحط في جيبه بيزاته ويصرف من بيزاته خلال الأسبوع إذا عنده المدرسة أو الويكند، وفوق ال13 سنة يكون مصروفه شهري. إذا استوى عنده مصروف في نفس الوقت، الآن عنده حصالة وعنده حساب توفير، تزيد فلوس عن العيد، تزيد فلوس، يعرف إنه أبوه حط له حساب ومهتم فيه حق مستقبله. هاي وايد مهمة جدا، نخلي ثقافة بدل ما تشترون لعوب يكسرها، بدل في بعض الأشياء نعطيها نقول لأبوي ودع عند أبوك ودع عند أمك دخله في الحساب، هذا خالة عمة أهل يد خلي يحط لك حق دراستك حق مستقبلك. إذا الآن نحن نفكر بعملية تكون أذكى من السابق. أبوظبي فيها أكبر محفظة سيادية في العالم، 828 مليار دولار. الشيخ خليفة الله يطول في عمره في نص السبعينات أنشأ هذه المحفظة، والمحفظة هذه
من أكبر المحافظ الاستثمارية. طبعا كل دول العالم ترجع وتتجه وتقول أبو ظبي ما شاء الله عليكم كنتوا أذكياء أنكم أنتوا حطيتوا جزء من البترول هذا واستثمرتوا. صارت الأزمة العالمية في 2008 المالية العالمية، وصارت أبو ظبي في قوة وساعدت البنك الدولي 250 مليون دولار عشان يساعد بعض الدول الثانية مثل أيرلندا مثل اليونان، بعض الدول هي كانت لديها مشكلة ولديها ديون وحياتهم كانت جدا صعبة. إذن عملية التوفير موجودة، فكرة التوفير موجود بالنسبة لنا. لا تنسون الله يخليكم بيزاتنا، ودائما بذكركم شيء، ترى بيزاتنا تيم البترول، أباكم أذكركم شيء. صح دبي ما شاء الله متنوعة في البزنس، لكن يأثر علينا كثير نحن دول الخليج اللي هو البترول، واليوم البترول 25 دولار مب 122 دولار. النعمة ترى بعد زوالة، فشو فكري أنا أو فكركم أنتو أن كيف أني أنا أستغل الظروف هاي وأتحرك وأنشطها بحيث تكون عندي فرص أكثر. بالنسبة لي عملية التوفير دائما مرتبطة مثل ما شرحت أنا، إذا أنا شليت جزء الآن من راتبي ونقلت كل شهر من حساب الجاري، البنك يحول لي تلقائي، انا ما 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 افكر في الشيء، هي اول الشهر ينزل راتب يحول لي تلقائي. اذا الان بدات تتراكم عندي اموال، اشيلها من الحساب الجاري، احطها في وديعه، اشيلها احطها في السكوك، اشيلها احطها في استثمار، احطها في اسهم، احطها في اعمال صغيره متوسطه، واستمر هكذا دواليك طول حياتي. بعد 5-10 سنين بتطلع ما شاء الله عليك عندك خير. عندي واحد الاصدقاء يقول لي كان في فرنسا فكر في يوم من الايام انه ياخذ شقه هناك، ومول الشقة لي 15 سنة. بعد 15 سنة استغرب ان الشقة هذه سعرها وين وصل، واضعاف اضعافها، وهو الريال هذا ما دفع الا الدفع الاولى. يا شاف ان المستأجر قاعد يدفع له طول السنين اللي هي قيمة الشقة. واي واحد منكم اليوم بيروح بيأجر شقة موجودة في المارينا في الاماكن هاي، الايجار اللي بيدفع تعرفون اللي بنو اللي مالك الشقة هذا اللي هو بياخذ البيزات بوديها حق التمويل ماله، وانت تخسر الايجار. اذا هاي فكرة اللي هي خاصة بالنسبة للتمويل. كيف أنا ننظم ميزانيتي؟ عملية تنظيم الميزانية في إكسل شيت، في أبليكيشنات موجودة اليوم بكثرة على الآيفون وعلى السوالف هاي، أكثرها أني أنا أدونها أكتبها. ليش أنا أقول دون وأكتب؟ أكتب سجل، إحدى المحاضرات اللي أسويها في التنمية الأسري في أبوظبي، إحدى الخوات ما شاء الله عنده كشكول الأولي هاك اللي عليه صورة الشيخ زايد الله يرحمه، وحاطه في الكشكول تشتري كل شيء، الزبده كاتبه كم، شاري خيار بكم، كم كيلو، كم هذا، وكم دافع، وتحسب التسوق تحت كاتبه القيمه. الفكره في الشيء هذا مو بان هي بخيله او كيف تكتب الاشياء هاي، الشيء المهم انه هي الان صار مرسوم في ذهنها تصرفها المالي. اباكم دائما تتذكرون لما تكتب اشياء وتحطها امامك انت تخليها ملموسه تانجبل، يعني تقدر تعرفها وتفهمها، اذا تقدر تتعامل معها. انا اليوم جالس وياكم المساء، ليش؟ عشان كل التصرفات هاي اخليها ملموسه امام عيونكم تانجبل، اذا خليتها ملموسه تقدر انت تتصرف عليها. علشان شي نحن في عندنا استشارات فرديه تجلس مع الشخص وترتب له اموره 13 صفحه، يحط كل البيانات اللي يحتاجها ويبدا الان هو يرتب، يحط له هدف، هدفين، ثلاثه، شو يبغى يسوي، يطلع هو وين يبغى يصير، كيف يتجه الاتجاه هذا، شو الافضل بالنسبه لي. يمكن الفلان ما ينفعني انا هذا يختلف عني، انا راتبي اقل راتبي، انا عندي مصاريف تختلف، انا عندي ديون، انا عندي مشاكل اخرى. اذا امور اخرى ماليه تحتاج انك انت تعمل لها ادجستمنت وترتبها. مثل يوم تروح عند الطبيب تقول له والله سوي لك انا فحص، بيسوي لك في سايد تشيك الدم، بيشيك لك هذا، بيشوف الكلى عندك اوكي، الهارت عندك اوكي، بلد شوجر، الاشياء هاي كلها، وبالتالي يجي يعطيك الروشته ويقول لك انت بخير، او حاسب على هذا وسوها وسوها هذا. هذه نفس العملية في الإدارة المالية الشخصية. اليوم في إغراءات، حد يطرش لي والله ايش رايك تتسلف، ايش رايك ما ادري ايش رايك تدخل. انتبهوا على عمليات الاستثمار هذه الوهمية اللي تجيكم دائما على الانترنت، سواء كانت الفوركس، سواء كانت البيتكوين، سواء كانت والله استثمروا بتربح، والله فاطمة جالسة في البيت واليوم سوت 10,000 دولار، وعلي مسوي 5,000 خلال يومين. لا فاطمة موجودة ولا علي موجود، وهذه أشياء تغري بني آدم أن يدخل بالتالي يخسر 10,000 دولار، 25,000 دولار، ويظل يجري وراء سراب. هاي وايد 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 صعبة. هذه عيبتني ما شاء الله عليها. تقول أحسن شيء الأشياء الاستهلاكية تشتريها كل أسبوع، كأنك تعيش أسبوع فقط، كل سبت تشتري أغراض الأسبوع. هذا سليم، في كثير من الناس يشتري اللي يحتاجه خلال الأسبوع،
بس اهم شيء يرتب نظمه اللي عندكم اللي يشتغلون في البيت، لان اللي يشتغل في البيت اذا انت ما بينت له وما نظمته تكون صعب عليه. هاي الاشياء اللي انت تشتريها شو هي؟ شيء بيروح المخزن، شيء اللي هي ادوات التنظيف والاشياء التاجه في البيت، وشيء اللي بتدخل في الثلاجه اللي هي للاستهلاك او للاكل. قبل ما تدخل الثلاجه اليوم طبعا على كورونا وهذا نغسل كل شيء اكثر من اول، بس بعد نفس العمليه حاول تغسل وحاول تفرز وحاول تحطها في الثلاجه بحيث انه يكون الاشياء اللي المفروض انت تاخذها اول تحطها دائما في الامام، والاشياء اللي المفروض تخليها لنهايه الاسبوع تكون في اخر الثلاجه. وتنظم في عندك الثلاجة مرتبة، عندك الفريزر تحط فيه أشياء، وعندك التشيلر اللي هي مكان الكول بوكس هذا اللي تحط فيه اللحوم والأشياء هاي اللي أنت بتستهلكها بعد يومين ثلاثة، عندك الخضروات والأشياء الثانية وين تحطها، ودائما تكون نظيفة وتخلونهم ينظفونها باستمرار بحيث أن الشيء ما يخيس. تابعوا الله يخليكم شو الأشياء اللي موجودة عندكم. عندي طماط كمية ما أقدر أخذها، إذا قطع الطماط حطها، فور الطماط استخدمها كطماط صلصة، حطها في زيبلوك باج الحقائق النايلون هذا وحطها في الفريزر، تستخدمها حق مرقة في يوم من الأيام، تستخدمها في كثير من الطرق اللي تقدر تحفظ فيها حتى الأكل بحيث أنه ما يخيس. حرام يا جماعة، في أشياء تقدر أنت تطبخها وتجهزها وتخليها وتحطها في الثلاجة بحيث أنك أنت ما تخليها تخيس. ودائما حاسب قبل ما تطلع وتتسوق طويلة العمر، بتروحي لي أسبوع تسوقي بس اكتبي ورقة، عمرك ما تطلعين وما في ورقة في إيدك أنت كاتبي فيها شو تحتاجين. كل السوبر ماركت اللي عندنا يخططون لك على اساس ان كيف انك انت تشتري. لو بتروح تدور في السوبر ماركت وين بتحصلون اللحم؟ في اخر السوبر ماركت. وين بتحصلون الخبز؟ بعد في اخر السوبر ماركت. ليش؟ لانك يباك تمر على كل الاماكن هاي ولما توصل اللحم ولما ترجع بحيث انك بعد تشتري على الطريق. مستحيل يخليه في المدخل لان كثير الناس ما راح تدخل الى داخل المحل. فهذه دائما عندهم طريقة، عندهم طرق مختلفة. لو تحصل الكورن فليكس مال ياهال والأشياء الحلاوة والأشياء مال ياهال وين يحطه؟ يحطه على مستوى الطفل، فصغيرون يومي يحط إيده على الكورن فليكس ويتشلب فيه، وإذا قالوا له لا وبغى مطاح على الأرض قالوا له زي مالي حطه في العربانة. هذه إحدى الطرق بعد اللي هي دائما يسوونها للأطفال عشان يجذبونهم للشراء. الحليب ودائما الأشياء هاي لما تروح لها يحط لك الأشياء اللي هي أقل جاذبية أمام عينك للشيء اللي مفروض أنت تروح له، بحيث أنك أنت تمر وتشتري أشياء ثانية أنت ما تحتاجها عشان توصل على الحليب اللي أنت تبغى تشتري أو تأخذه. كلها مرتبة بطريقة بحيث تبهرك، بحيث أنك أنت بسرعة تأخذ الشيء، وأكثرها تعتمد على يسمونه الإمبلس باينج، يعني أنت ما تفكر بس تلقائي تروح تشتري وتطلع. إذا أنا أكتب عندي ورقة، والورقة اللي عندي أنا كاتب شو اللي أحتاجه. أتمنى منكم خلوا عيالكم، ربوا عيالكم، علموا عيالكم أن يسوون الشيء ها. الله يرحم أمي مريم، أكتب ورقة صغيرة تكتب لي ورقة وأصير أنا أشتري ماجدة في الحمرية بورقة هي تعطيني إياها وأنا أطلع معها، وعندنا أساس أني أنا أروح مع الوالدة وتسوق. طلعوا عيالكم يتسوقون ياكم، لكن اكتبوا ورقة حق اليهال الصغيرون يخلي يشارك ويكتبه بنفسه، ويوم يروح السوبر ماركت علم الصراحية ليش انت مشتري اشياء، كيف انت تكاسر، ليش ما اخذ هذا، ليش النوع هذا، شو نوع اللحم اللي بتاخذه، كيف طريقة التعامل معك في السوبر ماركت، ليش تبغى تاخذ الخلاطة هاي ما تبغى تشتري هاي، ليش هذه فيها ضمان، هذه ليش النوعية. هاي الاشياء وايد مفيدة للاطفال. الطفل وين راح يتعلم مهارات الحياة؟ من امه وابوه. اذا لما نطلع واروح اتسوق اطلع معي عيالي. عندنا برامج كان سجاية في الشارج، برامج فتيات الشارقة، كنا نطلعهم لفيلد تريب، رحلة خارجية، والرحلة هاي تكون للتعاوني، يكتبون لستة شراء، يروحون يشوفون الأشواء أنواعها، يعرفون الكاستمر سيرفيس، تعرفون هذه كلها المهارات الحياتية اللي هو الطفل كيف يتعامل مع المجتمع ومعه وكيف ياخذ قرار. أتمنى منكم شيء الليلة، الله يخليكم، أنا كل كلامي على شيء وايد مهم، إنكم كيف تاخذون قرار سليم في حياتكم. قرار مالي سليم، قرار مالي سليم يوم أنا بدين، قرار مالي سليم يوم اشتريت السيارة، قرار مالي سليم يوم خذيت الدين العود أنا وتزوجت وهكت الآن، قرار مالي سليم إني دخلت أنا في مشروع أنا ما فاهم فيه وما درسته، قرار مالي سليم إني جمعت ديون علي، قرار مالي سليم إني كيف إني أنا حتى أروح لاتجاه طبيعة العمل اللي أشتغله، طبيعة الإنتاجية، شو الأشياء اللي بتخليني أتطور في حياتي، وين أستثمر فلوسي، وين أحط بيزاتي، هذه كلها قرارات لازم الشخص يأخذها. إذا الطفل نحن بنعلمه كيف يأخذ القرارات هاي. إذا الطفل معاي الآن قبل ما نتسوق بيروح معاي السوبر ماركت ويطلع اللي نحتاجه ويبدأ يشتري، وبيردوا الحق أمي اللي خلي تشوفي هاي حطت برتقال كيلو زيادة في الليست اللي نقراها وانتبه لها، فيردوا لها تقول أنا سوري وترد لهم بيزاتهم. فمثلا تحصل أشياء منها، لكن زين الطفل يكون ملحلح
يقدر يواجه الحياة. هاي أشياء بسيطة لكنها مهمة، لأن هاي هي تخلق الرجل الكبير اللي يكون يعيش على مبادئ، يعيش على قيم، ويعرف كيف يتعامل مع المجتمع مو بخايف. لأن في عندنا اليوم عامل صار كبير اللي هي عامل الخوف. أحد أسباب عامل الخوف بعد اللي هو وجود الخدم عندكم ووجود المربيات. ما حد من عيالكم الآن يسوي أي شيء في البيت، وهذا أكبر خطأ أنت تسوونه. الطفل هذا لازم يسوي كل شيء، لازم يرتب فراشه، الأشياء اللي هي تخصه هو يقوم فيها. حتى اليوم الحين في المطبخ يدخل معك المطبخ، خليه يتعلم، ينزل الحديقة خليه يقوم ببعض الأشياء، خلوه يسوون أشياء اللي هي مفيدة بالنسبة له، خليه يزرع مع المزارع اللي في البيت، أو يعني خلوه يصير نشط في الحياة، لأن نشاط الحياة مهم جدا. الأكتيفيتيز والأنشطة اللي يقوم فيها الشخص تكون وايد مهمة بالنسبة له. أونلاين طبعا في مغريات، حد يقول لي شو عن مغريات التسوق أونلاين؟ موجود، وفي ناس يدمن هذا ويدمن أي شيء ثاني. لكن أنت بالنسبة لي، أنا الحين بالنسبة لي مثل ما شرحت من البداية، إذا أنت بتحط لي جزء كبير من راتبك 20% من راتبك يم، إذا نصرف باقي الراتب بتشتري أشياء، ما بتشتري ما عندك مشكلة. أي واحد منكم بدأ يوفر بالطريقة اللي أنا شرحتها، وبعد فترة بتكون عنده بيزات وبتستوي عنده همشة بيزات ويرتب أموره وشاف أنه اهتم في نفسه، إذا الشخص هذا تعرفون شو بيسوي؟ بيبدأ شوي 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 يبتعد عن الفوضى وعن الهدر، لأنه بيشوف الأشياء هاي غير مفيدة بالنسبة له. أكثر الأشياء اللي بيدمن واللي بيبالغ هو الشخص هذا اللي هو فالته عنده، It doesn't matter right left، ما يهم بالنسبة له. فإذا هاي جدا مهمة أنك أنت تخلق اللي هي الثقافة هاي، أن الشخص يبدأ يهتم بنفسه ويتحرك إلى الأمام. الله يعطيكم طولة العمر. أهل الإمارات يعيشون، الريال يعيش إلى سن 77 سنة، والحرمة طبعا ما شاء الله يعطيكم طولة العمر تعيشون إلى 83 سنة. اليوم في عندنا شيء في الإمارات يسمونه لونجيفيتي. لونجيفيتي الإنسان يعيش فترة أطول عن السابق. الريال والحرمة معدل اثنينتهم مع بعض 75 سنة. تعرفون قبل الاتحاد كم؟ فقط 65 سنة، نتيجة للأكل، الصحة، الأشياء هاي كلها. إذن الآن لديك فترة أطول تعيش. إذا لديك فترة أطول تعيش، شو من الأصول اللي عندك؟ شو من الدخل اللي راح يكون موجود عندك؟ شو النظام اللي أنت راح تعيش عليه أساس أن المبلغ هذا اللي أنت بتسويه أو الأصول اللي عندك أو الدخل يكون موجود يقدر يشلك؟ الله يخليكم لا تقولي لي الدولة، لا تقولي لي بالاستمرار بنفس الطريقة، لأن الدولة صح بتكون موجودة معاك، لكن إذا أنت تهدر مواردك المالية وكلها تبى تتشرق وتبى تستانس وتبى، هذه ما تصلح. دول العالم في بعض الدول ما يعطونك زيادة في الراتب إذا يشوفك تلعب أنت في الراتب مالك. إذا أنت بالعكس توفر وتدخر ومهتم في نفسك، يقول لك اوكي اي ويل سبورت يو اي بي يو مور، لاني عارف انك انت هاي بتفيدك حق الفيوتشر. عمركم لا تفكرون فلوسك اليوم اللي عندك هي من حقك انك تحرقها كامله، لان هذه في يوم من الايام الريال او الحرمه الكبير اللي بتكونون انتم بيسالكم بيقول لكم شو سويتوا لي انتم خلال حياتكم. وهي نقطه جدا مهمه ان البني ادم يرتب لنفسه. هل حد يقول لي تو ليت؟ انا والله كبير في السن، عمرها ما تكون تو ليت، لان في بعض البرامج اللي احنا كنا نسويها حتى لكبار السن، حتى الكبير في السن لان عنده امور وعنده التزامات وسوي له نظام. اليوم بعد كثير من الناس زعزعت الامور عندهم وتحتاج تنظم لهم. حد يقول انزين انا عندي مبلغ يجمعه، كيف اقدر اعرف كيف شو استثمره؟ عمليه الاستثمار مهمه، لكن اهم شيء انك تاخذ استشاره، لازم تاخذ استشاره. والاستشاره شو بتسوي؟ بتشوف انت وين موجود، شو طبيعتك انت كمستثمر، المبلغ هذا وين موجود عندك، شو الاشياء اللي هي الثانيه اللي المفروض انت تسويها، عندك ديون كيف تخلص من الديون هاي، كيف ترتب الديون هاي، عندك مصاريف اخرى تبغى تحتاج تسويها، تبغى انت وزوجتك تسوون بعض الاشياء، عيالك تبغون تدخلون في نفس الشيء. اذا في اشياء اكثر من عمليه انك فقط استثمار. أكثر الناس اللي بتبهدل اللي بيروح فقط يتجه للاستثمار وما يرتب أموره المالية الأخرى، لأنه بتكون عنده حفرة أو بتصير عنده ظروف بتحصل عنده إشكالية في المستقبل. إذا خذ استشارة، رتب أمورك وحط أهداف للاستثمار. هل هذا قد قصير، متوسط، هدف طويل؟ شو الأشياء اللي أنت بتستخدمها الاستثماري اللي بتحطها عشان أنت توصل لهذا الهدف؟ بسيطة، ليست إشكالية. يعني حد يقول شو عن تقرير صندوق النقد الدولي بعد 15 سنة؟ تعاملت أنا مع صندوق النقد الدولي في يوم من الأيام، أنا كنت الأمين العام لاتحاد هيئة الأوراق المالية العربية. وطبعا صندوق النقد الدولي لديهم معايير ومعايير اقتصادية، وينظرون الاقتصاد ككل. في ناس يزعل منهم، في حد يعيبه، في حد ما يعيبه، في حد يقول هذيلا غلطانين وهذيلا كيف كيف. لديهم معايير، لديهم نظرة للحياة، بس في بعض الأشياء راح تتغير
حتى بالنسبة لتوقعات الصندوق، لأن مستقبلا في عندنا كثير من المتغيرات الاقتصادية راح تحصل نتيجة لكورونا، نتيجة لتوقف الأعمال، نتيجة لتوقف البزنس، نتيجة لتوقف عجلة الاقتصاد. هناك في شركات راح تزول، ما راح تكون موجودة. هناك في وضع بيكون مختلف بالنسبة للناس، في ناس يمكن ما يكون عندهم وظائف، في ناس يمكن ما يكون عنده دخل. إذا هذا وضع صعب اليوم أنك أنت تتنبأ إيش راح يكون، وتبعيات اللي يحصل الآن أنت راح يكون بالنسبة للخمسة عشر سنة. وبالمناسبة التقرير هذا أنا ما أدري هل هو كان قبل كورونا أو الآن، يعني كان بالنسبة له. إذا الحين نحن ننظر لعملية التوفير مثل ما تكلمنا عنها. بعد أنا ما بديت وفرت، عندي ميزانيتي، رتبت مصروفي، مصروف صارية رتبيته بالنسبة لهم. إذا الحين بالنسبة لي عندي أشياء مهمة بسويها. أول ما يجيني الراتب حطيت الراتب جنب، حاولت على مصاريفي، رتبت شو الأولويات اللي بالنسبة لي، إذا نظمت الأكل، نظمت هذا، نظمت المصاريف الثانية. دائما ذكروا أكبر جزء من الصرف من الراتب اللي هو السكن. في ناس إذا يستأجر أو يمول بيت إذا ياخذ من 30-35% من الدخل ماله دائما، والمواصلات حدود 17%. تصوروا الأكل نفس العملية وصل 20%، الأكل احنا عندنا في الإمارات يمكن 22%. نفس العملية بالنسبة للملابس يمكن 7%. إذا في عندك أشياء اللي هي هاي تكون أساسية وكبيرة بالنسبة لك من الراتب كدخل، لكن البيت اللي أصلا مدفوع وما عليه لا تمويل ولا قرض ولا شيء، ولا ان انت مأجر الشخص، اذا عمليه اللي هي السكن هاي ما تكون موجوده، فقط الجزء اللي بالسكن بيكون اللي هو الماي والكهرباء والتكاليف الثانيه اللي هي موجوده. اذا هاي التكاليف اللي بتكون موجوده علي انا من الراتب. اذا انا كيف نرتب الراتب مالي بحيث اني اغطي الاشياء هاي، وهاي وايد مهم جدا اني انا ارتبها بحيث ان تكون بذكاء، بس كلنا قناعه في البيت شو نبغى. لا تستحون تكلموا عن البيزات الله يخليكم. في ناس يقول لك صرف ما في الجيبي ما في الغيب، انت عنبو بخيل، انت يهودي، انت شيء، انت هالكلام غير سليم. عمركم شفتوا مؤسسه وشركه يقولون حق الناس اشتغلوا ما عليكم البيزات؟ ما يستوي الدوله، ما يستوي، ما في حد في العالم. غريب ان احنا الافراد يقولون ليش، انا ما ادري، اظني على ما اظني قنعك انك تصرف بيزاتك، تتخلى عن بيزاتك وهم يسوون فلوس، فهذه اشكاليه اخرى. اذا انت لازم تنتبه بالنسبه لي عمليه الصرف، وعملية انك انت ترتب امورك بحيث انك انت تضبط ميزانيتك في البيت. الاستثمار ممكن ان استثمر في اي مكان، وعندي انا مجالات كثيرة للاستثمار، بس اتمنى منكم انكم انتم قبل ما تدخل في الاستثمار تاخذ استشارة. اليوم الاسهم نازلة ونازلة بشكل كبير، هل بتظل نازلة؟ اذا رجعت الشركات وتعافت يمكن تطلع، لكن في بعض الشركات ما راح تكون موجودة، هذا بعد موضوع ثاني، ومين هذه الشركات هذا بعد موضوع ثاني. طبعا نحن نتكلم عن أزمة كورونا، وهذا شيء يعني غير طبيعي، يعني هذا ما حصل إلا خلال القرن اللي فات لما صار انتكاسة الكبرى في الاقتصاد الأمريكي في عشرينات القرن الماضي. إذا اليوم نحن لدينا، لأن عندهم الحين حوالي 22 ألف وظيفة فقدوها في أمريكا، يعني فقدوا كل الوظائف اللي تكونت من القرن اللي فات. إذا الوضع هذا اللي احنا فيه استثنائي، صعوبة انك انت تنظر له كيف بيكون بالنسبة له، وكيف تقدر ترتب أمورك. حد يقول استاذ راتبي 1500 أعطوني وين يكفيني فيها الغلاء؟ والله إذا راتب، دائما أقول حد الراتب الله يخليكم، دائما حد الراتب على حد على قد شو اسمه، على قد الشغل، ودائما لازم تعيش من خلال الراتب هذا اللي عندك. وفي أكثر الناس بالنسبة له دائما نظرة الراتب إنه يعني أنا كيف أدبر الراتب. فأنا ما أدري أنت تشتغل في أي وظيفة وكيف وضعك، وأقدر أعطيك أكثر بالنسبة لها كيف عملية اللي هي ترتيب وضع الراتب. إذا عملية الاستثمار وايد مهمة، بتكون عندي أنا أهداف، برتب أنا أموري، بشوف وين بدخل، هل أنا بكمل وظيفتي، هل بضل أشتغل موظف، هل أنا الآن موظف لكن في نفس الوقت بشتغل وبتحرك نفسي وبدخل في البزنس، بسوي بزنس، بسوي عمل صغير، بسوي. وايد ناس يقول لك جاي من برا وجاي من بلد باو واشتغل ما شاء الله في الإمارات، سوى بزنس ومشت أموره. انزين جالس في البيت، أهلك وياك، ساكن هني، ما عندك مشكلة، حتى لو باكر البزنس هذا ما تحرك أنت ما عندك مشكلة. أهم شيء لا تأخذ دين، لا تأخذ قرض عود، هاي المشكلة الكبيرة اللي أكثرهم يتورطون فيها. في كثير من الأعمال ما تحتاج أصلاً قرض، ما تحتاج أصلاً رأس مال، تقدر تسويها حتى من البيت. واليوم على وجود الكمبيوترات، على وجود السوشيال ميديا، على وجود التكنولوجيا، أي بني آدم يقدر يبيع أشياء، يبيع، وكثير من الأشياء he doesn't have really to
have money ولا يحتاج أن يكون عنده رأس مال أو أن يتسلف مبلغ كبير. اعمل دراسة جدوى، رتب دراسة الجدوى مالك، ورتب اللي يسمونها بزنس بلان. أي نوع من البزنس تبغى تسويه اتجه دائما إلى عندك في الإنترنت، تدخل سوي براوز ودور على بزنس بلان، خياط بزنس بلان، سمكري بزنس بلان، أي من الأعمال تبغى تسويها تحط بزنس بلان، راح ترويك شو هي خطة العمل اللي مفروض تسويها. وبعدين ترجع لنفس السوفت وير اللي هو يخليك تشغل او يكون اوبريشن للشيء اللي هي للبزنس هذا اللي انت تبغاه، وهذا راح يساعدك اكثر وينشطك انك انت تقدر تتبع طريقه ترتب امورك بالشكل هذا. انا فتحت مكتب استشارات تامين في سنه 2000، اكثر شغلي سويته عن طريق الاونلاين، اتجه الى الاونلاين، سويت البزنس بلان مالي، نزلت السوفت وير اللي نحتاجه عشان ينظم شغلي. طبعا انا اشتغلت قبلها 10 سنين في امريكا بعد كمستشار مالي، اشتغلت مع شركة برودينشال في اليو اس فترة طويلة، وبعدين رجعت اشتغلت في ألاينس مدير لايف وفي أليكو تقريبا حوالي سنتين، عندي 500 مستشار. وفي 2000 فتحت شركتي. لما فتحت شركتي وجدت ان الأشياء انا اقدر اسويها واقدر احطها وارتبها بالنسبة لي، وانا امشي واعتمد على نفسي. انا 30 سنة اشتغل واعتمد على نفسي، ما اشتغل في حكومة ولا موظف حكومة ولا اني انا امبلوي في مكان ما. اذا النقلة هاي ممكن اي بني ادم ينتقل ويقوم ينتقل ويتحرك اليها. طبعا في ايام تكون صعبة، ها في أيام جدا صعبة، في أيام تكون مشكلة بالنسبة لك، القطاع الخاص مرات الدخل يكون موجود، مرات يكون عندك مشكلة. إذا عندنا مشكلة كبيرة. شو رأيي باستثمار في الذهب؟ ممكن تستثمر للذهب، بس الله يخليكم تذكرون عملية استثمار في الذهب تكون مرحلية يعني، ودائما الذهب يكون موجود لما تكون في أزمات، لما تكون في أزمات مالية، لأن الفلوس تهرب من البترول، تهرب من الأماكن، من العقود الآجلة، تهرب من أسواق الأسهم، تهرب من الانهيارات وتتجه إلى الذهب، لأن الذهب ملاذ. وهذه كانت في 2008 نفس العملية، وطبعا انطلق الذهب من 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية. ممكن، وفي ناس يستثمرون في الذهب، بس أنا ما أدري في أي يوم من الأيام كمان الذهب ممكن ينزل، ويمكن ينزل فجأة نتيجة وانت راقد وناش والناس عندها ثقة في أسواق المال. خلال يومين ثلاثة أيام الناس تبدأ الآن تدخل وتبدأ تستثمر في أسواق المال، وبدأوا يبيعون الذهب لأن يسوون بيزات في أماكن أخرى. أباكم دائما تتذكرون أسواق المال هي الملاذ الأول للاستثمار في العالم، أسواق المال الأسهم لكل العالم، أكثر ناس يستثمرون في الأسهم وهي المتحركة والنشطة. السندات والصكوك في أمريكا بعد سوقها أكبر، لكن اللي يستثمرون فيها اللي هم الشعب الأمريكي أو الأمريكان نفسهم. تقدرون تواصلون، أنا على بيزات.com، تقدرون تواصلون معي. حد يقول في كثير من البزنس تقدر تسويه، ما يحتاج قروض، في أكثرها ما يحتاج قروض، في أكثر من البزنس تقدر تسويه، ما تحتاج تاخذ قرض ابدا، ولا تحتاج انك ترتب الاشياء، تروح انت اونلاين تشوف شو طبيعه البزنس اللي تبغى تسويه. لكن تذكرون انا قلت لكم شيء في البدايه، انا قلت لك اتمناك تمن توفر لي بيزات. ما دام انت موفر لي بيزات من بدايه السنه، اذا اليوم انت كم عندك المبلغ؟ ما شاء الله عندك 60000. 60000 يا بختك، دخل بزنس، دخل بزنس 60، اخوك عنده 60000، نبغى انت دنيتكم ما ترمون عندكم 120000، شو مشكلتكم؟ كمبيوتر تبون شو بعد بغيتوا؟ في ماتيريال شو بعد تبون تسوون؟ تواصلون مع الجهاز، شو المنتج اللي تبون تسوونه؟ طور شيء في كثير من الأشياء يقدرون يسوونه. أروح غياثي، أروح بدع زايد، أقدم كثير من البرامج اللي هي التنمية الأسرية في أبوظبي تقريبا حوالي 3-4 سنين، وكنت في بعض الأشهر أسوي استشارة لي 70 مواطن في أبوظبي. بدع زايد، غياثي، المناطق هاي، وما شاء الله عليهم. تيني واحدة تقول لي ما شاء الله أنا مسوي مرتبة، تسوي تبيع أكل، تسوي أكل وتسوي لها أوردر، تسوي 17000 في الشهر وما عنده مشكلة، عندها منيو مرتبة أمورها ورتبت بعض الأشياء، لكن عندها مشكلة كيف تسوي مانجمنت الكاش وكيف تدبر الكاش. قلت له افصلي، يوم تبين بيزات وين تحطينها؟ في مخباية. تقول زين وصغيرون إعداد؟ تقول ليه، وعقب يعرف قالت لي، وإذا قال لي يبا شو بتسوي؟ تقول أعطيته بيزات. قلت له الله يخليك، وبعدين البيزات تروح تبدد. قلت له بيزات الشغل افصليها عن بيزاتك، حطي البيزات في البنك، وإذا بغيتي خدمي البنك لكن خليها في البنك، وخذي منها أنت راتب، انت اخذي راتب كل شهر كم تبين من الفلوس هاي، وصرفي من الفلوس هاي على البزنس ونمي نفسك. الحمد لله مردت له، كان تقول لي الحليان ما شاء الله ترتبت اموري وعياله فرحانين وهي فرحانه ويشتغلون اياها، تموا بعدين يشتغلون هم بعد وياها ويساندونها في شغلها. اذا وايد ناس، وفي اللي يسوون الشيل، وفي يسوون اشياء، وفي اللي عند الصوف، وفي عندهم عندهم بوش وعندهم غنم وعندهم ويشتغلون اشياء حلوه واشياء حلوه جميله يسوونها. إذا في فرص كثيرة، بني آدم يشتغل ومول ما عنده إشكالية يقدر يتحرك فيها.
الله يخليكم، دولة الإمارات اليوم الفرص اللي موجودة فيها رهيبة، ما في دولة في دول العالم من الفرص اللي موجودة في دولة الإمارات. أنا كتبت مقال في 2006 حط الشيخ محمد بن راشد في موقع أن دبي أرض الفرص، حطيت أن في 50 سبب ليش دبي هي أرض الفرص أو الإمارات أرض الفرص. ليش؟ عندك الانفراستراكشر، البنية التحتية، عندك اللايسنس بسهولة، عندك 50,000 شيء موجود عندك متوفر في الإمارات ما تحصله كثير من دول العالم. وممكن تبدأ بالصفر، ممكن تبدأ بشيء بسيط، ممكن بشيء بسيط. إذا هاي فرصة بالنسبة لك اليوم، وخاصة بعد كورونا وخاصة بعد الأزمة هاي، إن راح تنفتح آفاق بالنسبة لنا إن كيف نحن نتجه ونرتب أمورنا وشو الأولويات اللي بتكون موجودة بالنسبة لي، وكيف أنا أقدر أتعدى الفترة هاي. خلينا نكون إيجابيين، بالعكس تكون أزمة لكن تخلق منها الأفضل. الإنسان الله يخليكم في الحياة ليست هي الأزمة، بس هي كيف أنه يتعدى الأزمة هاي وكيف يغير السلبيات إلى إيجابيات. وهي طبعا ميزة بني آدم، الله سبحانه وتعالى خلقنا نحن عساس نكون خلاقين عشان نتحرك وعشان ننشط وعشان نوجد الخير وعشان نكون جزء من التفاؤل وجزء من الإنتاج. عندنا مسؤولية كبيرة الله يخليكم، وعندنا مسؤولية كبيرة خلال الفترة هاي ان كيف ننظم نفسنا. اتمنى منكم بعد تشوفون شو البرامج المتاحة، في برامج متاحة محمد بن راشد للاعمال الصغيرة المتوسطة، في برامج متاحة تدريبية، في برامج تأهيلية في اماكن مختلفة. اخذ وقتك وقوم بالاشياء هاي. اتمنى منك لا تاخذ لي عقار، لا تروح تاخذ مبلغ وتتزوج وتبهدل وتاخذ ديون، ولا تسوون اي من السوالف هاي قبل ما تقوم بعمل دراسة وترتب امورك وتاخذ استشارة. كل ما خذيت قرار سلبي كل ما عندك مشكله كبيره، لانه يقول لك لاجينج ايش معناته؟ ان الحين ما بتضربك الحين لكن بتضربك عقب وتبهدل عقب، والفاس يقول لك طح في الراس. فهي مشكله التول. المشكله دائما المشاكل الماليه، اذكركم في شيء، بسهوله تدخل فيها لكن صعوبه ان تخرج منها، وتاخذ منك فتره كبيره وعندك مشكله كبيره في التعامل معها، وراح ياثر عليك وعلى حياتك وعلى وعلى وعلى. خبير محاكم، انا في محاكم دبي من حوالي 20 سنة، اللي نسمعه عندهم تقريبا حوالي 80% من المشاكل اللي تحصل اللي هي بين الأزواج أكثر اقتصادي ومالي، وتحصل في الوفاة وتحصل في هذا وتحصل ناس يضاربون ويصير خلاف، لأن هناك خلاف على المال وعلى وجود المال وكيف تدبير المال وكيف التعامل فيه. إذا أهم شيء بالنسبة لليوم أن بني آدم ينظر لي واقعية الأشياء حواليه، الفرص المتاحة، وكيف أن يكون ذكي والتعامل معه. رمضان كريم، ما شاء الله عليكم، أباكم تتهنون تستمتعون في رمضان هذا. خففوا من نوعية الوجبات شوي، يمكن بعد توفرون بيزات زيادة، لكن ذكروا شيء، كل ما خففتوا من نوعية الوجبات أو عدد الوجبات اللي أنتوا تسوونها أو طبيعتها راح يكون الأكل ألذ. أبى أذكركم في الشيء هذا، في كثير من الناس لما يروح يقول لك سيمبل أو يروح للأشياء اللي هي البسيطة يجد أن يستمتع أكثر وأكثر في الأكل، لأن البساطة دائما تخلق، طبعا يطبخها بطريقة جيدة لكن تخلق نوع من المتعة، ويتشوق أن يأكل ويأكل بطريقة سليمة. كل ما زاد الأكل كل ما طفر بني آدم، ويوم تيجي تسأله شو بتغدى اليوم وشو بتفطر اليوم، ما أدري تعبان ومكتف حالة لله، وهاي جدا صعبة بالنسبة لنا. اهتم في صحتنا، فلوس طبعا موجودة، اهتم في صحتنا، اهتم في دراستنا، اهتم في عيالنا، نهتم في المجتمع، نهتم في الأعمال التطوعية اللي هي مفروض تكون موجودة. إنسان يكون جدا فعال، يكون جدا إيجابي في العمل وفي الأماكن، لا تطلعون تروحون الشغل واحد ما تبوزه. الله يخليكم عمركم، العمل ترى شيء شرف وشيء جميل وشيء ممتع. نحن غريبة عندنا الناس ما تبغى تشتغل، يزعل ويتضايق وما أدري ويتري الويكند ويبه إجازة. الصينيين يشتغلون الساعة 7 في الليل، الدول الأجنبية يقول لك هذه part of ملاف، يحبون الشغل. فالشغل وايد مهم بالنسبة لنا، وعملية الإنتاجية بعد وايد مهمة، ودائما تكون حركة بني آدم الله يبارك لي فيها، ودائما بني آدم دائما يوفر لك اللي هي فرص النجاح لما تشتغل ويكون عندك العمل بإخلاص وبإنتاجية. أحد الأشخاص كان يتكلم يقول لي بالنسبة للصين، قلت للصين هذيلا عندهم شيء غريب، الناس يشتغلون بالهبل ويشتغلون إلى 7 بالليل، وهذيلا طريقة الإنتاج عندهم عالية جدا، لا عندهم بترول ولا عندهم ولا عندهم ولا عندهم، لكن الكمبيوتر عندهم وهذا عندهم وهذا عندهم. قلت له ما أدري أنا إذا في بشر آخرين يقدرون يشتغلون بنفس الطاقة وبنفس الفعالية، حتى الأمريكان مو قادرين عليهم ولا الأوروبيين قادرين عليهم، هذين اللي كانوا منتجين جدا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
إذا نحن لازم شوي نغير في عقليتنا، شوي نظرتنا للأشياء من ناحية العمل، من ناحية نكون أذكياء في طريقة العمل وطبيعة العمل وكيف نتلقى الأشياء وكيف ننتظر الفترة اللي هي بتي بعد كورونا وبعد رمضان وبعد الأزمة هاي اللي نحن داخلين فيها. الدولة موجودة، خذوا جميع التصرفات والأشياء اللي هي جيدة بالنسبة لهم من ناحية صحية، من ناحية الفحوصات، من ناحية كل الأشياء اللي هم يحتاجونها، ومن ناحية الغذاء، ومن ناحية الشركات، ومن ناحية القوانين والتنظيم اللي عندهم. كثر الله بخيرهم. أهم شيء بالنسبة لنا نلتزم بجميع الأشياء اللي هي مفروض قدموا لها، وبني آدم يريح نفسه، وهذه فترة راح تمر إن شاء الله وراح يكون أمورنا بخير وعافية. أظني قضيت معاكم تقريبا حوالي، قالوا لي 50 دقيقة، قضينا 51 دقيقة. استمتعت اليوم، أشكرين وما قصرتوا، وشكرا على تواصلكم. مبروك عليكم الشهر الفضيل. مع السلامة.